يس يا الضرب ديم ديم يا الضرب، شفت كيف خليت تبع الماء تاخذني اضربه. بس مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار اليوم؟ سوبر سماش، وطبعا في شخص كتب لي تحدي. واحد من المشتركين كتب عن تحدي، اسمع: اتحداك تلعب باكمان 5 ايام تفوز فيها، لو خسرت جيم واحد تخسر التحدي. بدو يعني العب بباكمان تمام 5 ايام بدون ما نخسر ابدا، رح احاول اربح بباكمان، وطبعا في حال خسرت انا رح احط الفيديو كل شي عادي، لكن بكون خسرت التحدي، وفي حال ربحت بكون الوضع تمام. الله يستر. بس منقول بسم الله، اعطيني لايك واشترك وخلينا نشوف التحدي ان شاء الله نربح فيه. اوكي شوف باكمان، اوكي بس بدنا ننتبه من الرجعة تمام. الرجعة هي اصعب شيء تقريبا، يعني بدنا نحاول نعرف كيف نلعب، لانه شوف قفزة تنتين وثلاثة، ثلاث قفزات. اوكي الله يستر. بس وشوف مين. اوكي والله يا شباب شكلها يعني اللعبة رح تكون شوي صعبة. حلوة. يا سلام، تبلع. وشوف شوف شوف، سريع سريع. بس يلا حلو 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 والله حلو. يلا نضربه بالبرتقال والمفتاح. بس او نوب. اوكي حلو حلو نوب. مفتاح، يلا نعمل مفتاح. يلا حلو حلو. شوف أبلع، يلا أيوة يلا سلام. شوف شوف أيوة شوف خالص، شاف الغدر باكمان غدر، والله باكمان غدر. شوف تبلع مفتاح. ايوه اوهو شوف حلو اللعب حلو. يلا تعال نوب نوب، كان بده يقفز على القفزة تبعي. بس نوب. اوكي نايس، هي اول جيم. لا تحكي اني خسرت، هي اول جيم ربحت. اوكي خلينا نشوف الثاني، الجيم الثاني. الله يستر. بس ما بدي اخسر، ما بدي اخسر. اوكي يا اخي باكمان، ما لقيت غير باكمان تعمل لي يا تحدي. اوه كازويا، شخصيتي المفضلة كازويا، ما لقيت غير باكمان تعمل لي تحدي. الله يستر. هي باي مو هي. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا ساتر. يا ساتر بس يا ساتر. ايوه ايوه تبلع. اوه حلوه. حلوة حلوة وشوف شوف ومسك المسك. اوكي كيف بدنا نربح عليه هذا؟ كيف
استبلع، كيف بدي اربح عليه؟ يلا تعال، يلا تعال امسكه. يلا حلوة، هو حلوة. غدر 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 غدر، حلوة حلوة. معي مفتاح، معي مفتاح. أبلع. يا أخي حلوة. ووو شو أخطاء هون، أخطاء. أوكي هون شوف بيضحك. يا تعال بس تبلع نوب. شو نوب؟ باكمان يربح، باكمان يربح. هاي تاني جيم يضحك علي، بضحك عليه. اوكي هاي تاني جيم. حلوة 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 يا اخي، والله خفت ترى، خفت بس حلوة. يلا الجيم اللي بعده. اوه شوف مين، شوف مين. يلا الجيم اللي بعده بس. حلوة حلوة. بس يا سلام. يلا تعال. والله شكله نوب هذا. والله يا شباب شكله نوب. اوه حلو. لساتني لساتني. لك بس خالص. يلا اوه ضربة حلو كتير، ضربة حلو كتير. شوف شوف. يا سلام. يلا الله الغدر. واحد اثنين نوب. واحد اثنين. شفت كيف رجعت؟ شفت كيف رجعت؟ واو حلوة. أبلع أبلع. حلوة. هاب بس تبلع. يلا بس يا السبام. اوه طيرني، صرت 167. شوف 167. يلا المفتاح، حركة المفتاح. حلوة. نوب نوب نوب. اوكي اوكي اوكي. ثالث جيم. حلوة 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 حلوة، والله حلوة. نايس، هاي لعبة حلوة لا تحكي لي. اجمل شيء في باكمان هي حركة المفتاح. ابلع المفتاح، اجمل ضربة. شوف المفتاح اجمل ضربة. اوكي او نفس الشخصية. طيب
ابلع لك. تبلع بس، تبلع بس. لعبة حلوة كتير. حلوة. شوف والله مسكني. بس تبلع. لك ابلع بس. اوه حلو. شو شو واو حلو. حلوه حلوه. بس لا بدي امسكه يا زلمة، بدي امسكه. بس حلو. معي جرس، بدي مفتاح. يلا يلا يلا. يلا بس. بس يا الضرب دايم دايم يا الضرب. شفت كيف خليت تبع الماء تاخذني اضربه؟ بس حلوة عجبتني، والله عجبتني. هي رابع جيم يمكن عجبتني كتير. ضل جيم واحدة بس، اخر جيم تقريبا، اخر جيم. اذا خسرت بخسر التحدي. اوه شوف مين. واذا ربحت بربح التحدي. اوكي والله صعب يا اخي، ترى باكمان صعب. بس هيكون في لاج. ابلع. حلوة. 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 أو حلوة. أوه. بس. بدي أعطيه جرس. يلا طيري تبع الماء. واو واو والله حلوة. هي صعبة. بس تبلع. ابلع. ابلع. يلا لك تعال. بس حلوة. حلوة والله حلوة. اوه مسكني مسكني مسكني. احتدام احتدام. شوف احتدام، شوف احتدام. جهز المفتاح.
خالص. نجهز المفتاح. يلا. شوف شوف شو عملت. طب لا. ابلع. اوه حلوه حلوه. اوه حرام حرام على الضربه الاخيره. حرام يا اخي والله حرام. شفت شو اللي حصل؟ كانت اللعبة حلوة راح تكون، كانت اللعبة حلوة راح تكون. راح الشغل على الفاضي، كل شيء راح. أربع أيام، أربع أيام. جيم الأخير خسرت. وشو ضربة غبية، ضربة غبية. والله حرام يا أخي، والله حرام، كانت اللعبة كتير حلوة، حرام عليك. ما هو باكمان أسوأ شيء في الرجعة عند الرجعة، ولما يمسك بالإيدج و خسارة خسارة، جيم خسارة، يعني مو بس خسارة، خسارة الجيم. بكل الأحوال هذا هو التحدي اللي كان. بتمنى تكتبوا لي تحديات كمان والشخصيات اللي بتحبوا نلعب فيها. بس لو ربحنا كانت اللعبة كتير حلوة. بكل الأحوال أربع أيام ربحت وواحدة خسرت. يلا بسيطة معلش. شكرا كتير لك لأنك كتبت التحدي، وشكرا للمتابعة والمشاركة. لا تنسى تعطيني لايك وتشترك، وإن شاء الله بفيديوهات قادمة. مع السلامة.